في كل بلاد العالم هناك ما يسمى إدارة الأزمات، وإدارة الأزمات هذا جهاز أو هيئة لا تتعلق بأفراد الحكومة الحالية أو الناطق الرسمي الحالي، إنما ينبثق من هذه اللجنة أو الهيئة شخص يتحدث بلسان هذه اللجنة. الآن احنا في ظروف الكل متخوف، والدليل على أمس الجنود الكنديين خرجوا من العراق واتوا للكويت، وهذا يدل أن هناك مؤشرات خطيرة جدا. أمس الصباح نزح الجيش الكندي، البارح بالليل انضربت القاعدة الأمريكية. زين اليوم ايش راح يصير؟ بكرة ايش راح يصير؟ أنا أعتب أمانة على الحكومة، كنت أتمنى تقديمها للطلب مجلس الأمة في جلسة أمس ليس ساعتين لقضايا المواطنين، المفروض إيقاف الجلسات أسبوعين لتشكيل لجنة أو هيئة تسمى إدارة الأزمات، فيها من الجيش وفيها من الداخلية وفيها من الدفاع المدني للإطفاء وفيها من نواب الأمة وفيها من المسؤولين وفيها من الخبراء. مفروض كان أمس تقديم طلب لدراسة الأحوال الإقليمية